بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. مساء الخير، ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ زي ما قلت سابونا قال كده، بس هنتكلم مع حضراتكم على موضوع التفكير الايجابي. يعني ايه افكر بطريقه ايجابيه؟ انا مسميها نفكر صح. يعني ايه افكر صح؟ طيب، هو انا ممكن اكون بفكر غلط وفاكر ان انا بفكر صح؟ اه طبعا. مين كان من الناس المشهوره قوي كده في العهد الجديد، من ستارز يعني المسيحيه، كان ماشي بدماغه وفاكر ان هو بيطبق وصيه ربنا، وراجل دارس الناموس على ايدي اكبر معلمي الناموس زي ما حضرتك قلتي، بولس الرسول، كان دارس على ايدي غملائيل، ودارس يوناني، ودارس ثقافه يونانيه، وده عرفنا لما راح يبشر حتى في اوروبا، كان بيبشر بيستخدم حاجات من الثقافه اليونانيه بتاعه الشعب ويبشر بيها. الراجل كان شاف انه في واحد جه بيقول ان هو المسيح المنتظر، وده مش المسيح ولا حاجه، ومشى وراه ناس كتير قوي من الشعب غلط. فبولس كان واقف بيضطهد الناس دي. بولس كان زي اللي بنشوفهم دلوقتي بالظبط، كان حاجة اسمها سلفي جهادي، يعني اللي بيشوفه غلط بيغيره بإيده. أول ذكر البولس كان إن هو وقت ما كانوا بيرجموا مين؟ استفانوس. كان واقف بيعمل إيه؟ بيحرس دمهم، عشان الرجم طبعا دي طريقة موت مؤلمة قوي، فبيجيبوا طوب ويرموه بكل قوته على الراجل، فبيبقوا لابسين اليهود بقى عباية وقفطان وبتاع، فكانوا بيخلعوا العجات دي عشان يعرفوا يرموا الحاجة. فبولس الراجل، أنا ماشي صح، أنا بساعد الناس دي. كبر في السن شوية، الموضوع تطور، قال ده المسيحيين دول أتباع المسيح ده، ابتدوا ينتشروا بره أورشليم، راحوا سوريا، راحوا دمشق. أما روح دمشق أقبض على الناس وأقبض على ولو قدر ولو في إيدي إن أنا أقتلهم أقتلهم. وهو رايح السيد المسيح ظهر له واتقالت سؤال واضح قوي، قال سؤال واضح قوي، ماذا تريد ايه يا رب ان افعل؟ ليه هو قال السؤال ده؟ لانه عارف ان هو مش غلط. يعني الله، ما انا كنت بعمله ده، ما ده الكلام بتاع الناموس، ما هو ده الكلام اللي ربنا مدهوني، يعني او انا متخيل ان ربنا فهمي كده انه انا اعمل كده. فكتير فقال له لربنا، ماذا تريد يا رب ان افعل؟ افكر ازاي؟ وده اللي احنا النهارده هنساله ربنا، يا رب انت عاوزني اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ افكر ازاي؟ لانه امثله كتير قوي السيد المسيح بيقول لنا انا بركز على تفكيرك، انا ببتدي اشتغل على تفكيرك قبل لسانك وقبل فعلك. في مرقس 2 دي حادثه مين اللي نزلوه من السقف؟ المفلوج. فالسيد المسيح قال للمفلوج ايه؟ مغفورة ايه؟ لا خطايا. بصوا بقى الآية في مرقس 2:8 بتقول ايه؟ فابتدوا يفكرون هكذا في انفسهم، اللي هو ايه؟ من هذا الاخر الذي يغفر خطايا؟ فقال لهم ايه؟ لماذا ايه؟ تفكرون بهذا في قلوبكم. يعني ربنا بيقول لي لاحظ فكرك من الاول. ربنا ما استناهمش يتكلموا ويقولوا، لا، هو بيقول لهم وانتوا عارفين اي حاجه في الكتاب المقدس هي مش الهدف القصه، الهدف ان احنا ربنا بيكلمنا احنا. فربنا بيقول لنا وبيقول لهم انتوا بتفكروا كده ليه؟ الفارسيين ادانوا السيد المسيح وقلبهم ما اتحركش. واحد شاب صغير، احنا عرفنا منين ان هو شاب؟ انه مع اصحابه، 4 شباب اصحابه، الواحد الغلبان مشلول، عنده شلل رباعي، ايديه ورجليه ما بيتحركوش، واصحابه ناس مخلصين وشهماء بينزلوا من السقف. ايه ده؟ يعني قلبهم ما تهزش من الراجل من ولد الشاب المشلول الغلبان ده، لا، اتضايقوا انه ازاي بيقول يغفر خطايا، ده كلام عكس الناموس. فربنا بيقول لنا خلي بالك، هنا هم عملوا خطيه الادانه، ودي واحده من الافكار السلبيه اللي احنا هنتكلم فيها. كمان من القصص المشهوره قوي، نفس قصه تقريبا لو تفتكروا انجيل الخدمه الثانيه من صلاه نص الليل، لما جت الست اللي هي ايه؟ عيطت على مين؟ على رجلين المسيح، ومسحت شعرها، مسحت رجله بشعرها. فالانجيل بيقول فقال سمعان لو كان هذا نبيا لعن ما محى لها انها ايه؟ خاطئه. هو يعني ده لو راجل كويس كان يسيب ست مش كويسه كده، سيرتها وحشه تلمسه؟ ايه ده؟ فالسيد المسيح رد عليه. يبقى برضه نفس الفكره، هو الراجل ما قالش كده، هو جواه. فالسيد المسيح بيقول لنا لو سمحت ابتدي بفكرك، انا مش هستنى
لما تتكلم أو تتصرف غلط ربنا بيقول لنا ابتدي بفكرك. عشان كده حتى في الشهوة قال النظرة غلط، يبقى ربنا بيقول لي أحسن فكرتي. عشان كده برضو في الخدمة التانية بتاع عنجيل نص الليل إحنا بقى بيقول لنا نعمل إيه صح. يعني لما أنا شفت حد خاطي أول قطعة بتقول إيه؟ أعطني يا رب إيه؟ يا نبيع دموع كثير. ده بقى أنا مفروض أعمله. أنا شفت حاجة غلط، شفت حد يعني خاطي، أقول له يا رب توبه وتوبني، زي ما اديت المرأة الخاطية دي، ده مش هقولها، مش هسيب وهقول دي خاطية، لا هي خاطية ربنا يتوبها ويتوبني. عشان كده في لوقا 6 لسه ابونا النهارده كان بيكلم حركه في لوقا، في لوقا 6 السيد المسيح بيقول لنا ايه؟ الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. هو حقيقه القلب ده عضله، هو مش القلب، هو الايه؟ الفكر. يبقى كاننا بنقول الفكر، لو فكري صالح هطلع حاجه كويسه، لو فكري شرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر. فانه ايه؟ من فضله القلب يتكلم الفم ويتكلم اللسان. يبقى إذن ربنا بيقول لي أنت فكرك وعقلك هو اللي بيحركك. إحنا بنفكر في إيه؟ بنفكر في الفلوس، بنفكر في المشاكل، بنفكر في حاجات كتيرة محيطة بينا، لكن ربنا بيقول لي لو سمحت فكر صح. النهاردة هنتكلم على أربع حاجات الشيطان بيزنقنا فيها أو إحنا بنزنق نفسنا فيها، وهنمسك كده واحدة واحدة ونشوف إحنا بنقع فيها إزاي، وناخد روشتة نعالج بيها الأربع حاجات دول. أول واحدة كلنا الفكر ده بنقع فيه في لحظة معينة من حياتنا هو فكر القلق. كلنا في لحظة معينة بنقلق. لو مسكنا كده مصر من أول 2010 تلاقي إن 2010 2011 اتنقص الثورة 12 13 سي سي جي، وطبعا البابا تودروس في الوقت ده برضو، ففضلنا مشغولين. ابتدينا نفوق شويه 2019 اخره جالنا ايه؟ الكورونا. 19 20 21 ابتدينا نفوق شويه، 22 23 الايه؟ الدولار. ما هي الشيطان مش هيسيبك يعني لو انا بدور على حاجه اقلق علشانها هتلاقي حاجه تقلق علشانها. والمشكله بقى ايه؟ انه اللي حوالينا يا جماعة اللي بيقولوا لنا كده، أفتح الفيسبوك كله بيتكلم على موضوع، أتكلم مع صحباتي وقرايبي في الشغل ولا جاراتي ولا جيراني ولا العملاء بتوعي ولا حاجة، برضو الموضوع الهم والقلق محيط بينا من كل ناحية. في المزمور الثالث داود بيقول إيه؟ كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. العالم ما عندوش المسيح، العالم عنده القرش والدراع، فأي مشكلة هو يحلها يا بدماغه يا بالفهلاوة بتاعة المصريين يا بفلوسه، لكن ما عندوش المسيح. فعشان كده مشكلة زي المشكلة الاقتصادية اللي احنا فيها دي هو العالم مش لاقي حل، فهتتوتر. طب نهاجر، طب نعمل ايه، طب نشتري، طب نقلب فلوسنا ذهب، طب نشتري شقق، طب نعمل دي الافكار العالمية. لكن انا بقول انه لا، انا عندي، انا ربنا، انا بشتغل، انا بعمل، بخطط لمستقبلي، بس انا عندي ربنا، ما اشغلش نفسي، ما اقدرش زانق نفسي في قصة القلق دي. مشكلة القلق يا جماعة ان احنا بنخترع، يعني الواحد بيخترع قصة ويفضل ماشي فيها وزانق نفسه فيها، ولو حصل كذا، لو عمل كذا، وده هيعمل كذا، وده هيرد كذا. نفتكر مين اللي برضو اخترعت قصة وفضلت ماشية وراها؟ انجيل عيد القيامة بيحكي عن مين؟ بيحكي عن مريم المجدلية. فبتقولك بتقول ايه؟ اخذوا سيدي مش عارف ودوه فين، مش عارف ودوه فين، اخذوا سيدك فين؟ ايه ده؟ تاري بقى هي لما راحت لقيت الحجر متدحرج، الحجر متدحرج، يبقى في ناس سرقوه، يبقى اليهود دفعوا رشوه للناس وخدوه وخدوا جسده وودوه في حته مش عارف ودوه فين، طب روح اشوفه فين، طب روح لبطرس، طب روح للتلاميذ، طب اعمل ايه؟ ما حصلش حاجه من الحاجات دي يا جماعه. هي ده مثال انه القلق بيخلينا نخترع قصه وهم، ما حاجه ما حصلتش، افضل ماشي فيها ومتابع فيها، لدرجه ان هي ما عرفتش السيد المسيح. يا معلم اخذوا سيدي، ده انت حتى من القلق ومن التوتر اللي انا فيه انا بنسى ربنا. زي ما احنا قلنا اي قصه في كتاب مقدس هو ربنا، هي مش هدفه القصه، هدفه لينا احنا. وبالتالي كتير احنا بنضيع وقت كتير في فكر القلق ده، فعاوزين نتعامل معاه. داود برضو يقول في المزمور ال 13 ايه؟ الى متى اجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم، الى متى يرتفع عدو علي؟ والمشكله ان هو يا جماعه الواحد لما بيفكر في حاجه بيقعد يفكر يفكر يفكر
النهار بيخلص في التفكير، تيجي بالليل وانا نايم برضو دماغي عماله تجيب وتودي، وممكن الموضوع يقلب بكوابيس، وممكن ما نعرفش ننام او نقلق من النوم. حد بيحكي لي مره ان هو الشركه ابتدوا يقللوا العدد، بيسموها داون سايزنج، يعني قللوا عدد الناس، بيمشوا ناس، تمام. فجاله تليفون من مديره، احنا هنمشيك بس انت عشان كويس احنا مش هنمشيك، يعني يتم يعني بنديك الاوبشن تمشي ونديك مكافاه نهايه خدمه كويسه او تقعد. فالولد قعد يفكر، قال لي قعدت افكر، وبعد كده كان في مصيف ساعتها، قال لي قلقت الساعه 4 الفجر، قعدت قلقان قلقت، من كنت تعبان وسايق وكل حاجه، بس ما دام ما منعيش ان انا القلق قاعد يلف في دماغي واعمل ايه؟ طب اوافق؟ طب لو وافقت طب هعمل ايه؟ هشتغل فيه وانا لسه مش كبير في السن؟ طب لو ما وافقتش ما انا ضيعت مبلغ حلو جدا، وانا لو حتى لو جالي شغل احسن من كده بعد كده، لو انا مشيت من نفسي مش هيدونا اي تعويض ولا اي حاجه، لكن هم اللي ماشيين هيديني مبلغ حلو. فقعد دماغه تجيب وتودي، دماغه تجيب وتودي، لغايه لما قال ايه؟ طب ما اجرب اصلي. طب احنا ايه الساعه 4 5، طب ما اصلي كده ايه باكر؟ راح صلى باكر كل ال 20 مزمور. طب ما اكمل بالثالثه، كمل الثالثه. طب ما هو اخد صلاه اليوم، انتوا عارفين في كتاب اسمه صلوات الاسبوعيه، السبع صلوات الاسبوعيه، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن صلوات اباء الرهبنه الكبار، اما انطونيوس الانبشنود ابو مقار تلاميذهم كتبوا الصلوات دي، والكنيسه راحت رتبتها على ايام الاسبوع. فصلاه حلوه جدا جدا جدا، قعد يقراها وقعد يقرا تسبيحه باكر. قال لي قعدت اصلي، طلع كده فوق سطح الشاليه قعد يصلي لغايه لما الشمس طلعت، قعد يصلي ساعتين. قال لي بعد ما خلصت صلاه انا ما لقيتش اجابه بس استريحت. وده ربنا بيقول لنا ان هو في القلق اهرب وما تستجبش. القلق عمل له ايه يا جماعه؟ صحى من النوم، الواد ما عرفش ينام، ده مستقبله ومستقبل مراته وعياله. بس الحل ايه؟ صلى، ابتدى الدنيا تريح شويه. هنمسك الحلول واحده واحده بعد كده. يبقى اول فكر سلبيه بتجيلنا هي فكره القلق دي، عاوزين نشوف هنحلها ازاي بطريقه ايجابيه. تاني فكره، فكره ان انا ابص على نفسي، بص الصوره بقى اللي بعد دي، الصوره دي لطيفه جدا جدا جدا. راجل كبير عنده خبره وعنده سنين، يعني التجعيد اللي في وشه وفي عينيه دي بيقول ده راجل عنده خبره وسنين، لكن في لحظه معينه لو بص لنفسه في المرايه بيشوف نفسه طفل صغير خايف قوي 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 كده. دي الكنيسه بتسميها صغر الايه؟ النفس. يعني ايه صغر النفس؟ يعني انا فاقد الثقه بنفسي، انا حاسس ان انا مش هقدر اعمل الموضوع ده، انا حاسس انه انا غلطت كتير في حياتي، ربنا مش هيقبلني، انا ضعيف، انا مش هعرف اتوب. احنا يوم السبت امبارح كان عيد مين؟ امبابولا او السواح. اما اسمع انا قصه من القصص دي، ويوم 31 يناير كان عيد الانبا انطونيوس، ما اسمع الناس دي والشياطين والحروب اقول انا اجي فين انا في الناس دي؟ دول قدسين انا مش هوصل لهم. لا، فالشيطان بيديك الفكره دي، لكن هل في قدسين في عصرنا؟ اه طبعا. هل في ناس زينا قدسين؟ اه طبعا. يعني اللي جاي في دماغي دلوقتي الشهيد الشاب بتاع طنطا ابن ابونا اسمه ايه؟ بشوي كوموس دانيال، تمام. اعرف حد ابونا دلوقتي كان هو الخادم بتاعه، فبيقول لي بشوي ده كان خادم حلو جدا، وبيسمع موسيقى وبيلعب كوره وبيشجع ماتشات وبيخدم اصحابه، يروح يلعب ويروح يتفسح. دلوقتي هو بيعمل معجزات ولا يا جماعه؟ بيعمل معجزات وبيظهر للناس. طب ما ده كان عادي زيه زي الشباب زي ولادنا يعني. لكن ربنا بيقول مفيش يأس، اي حد فينا يقدر يبقى قديس. لكن انا المنظر ده بيجي لي فكره انه لا، ربنا مش هيقبلني، مفيش توبه، الناس مش هتحبني، ولادي مش طايقين لكلمة، اللي معايا في الشغل مش نزل لهم منظور، ده حصل موقف معين والموقف ده انا ضعيف في الحته دي مش عارف اصلحها. والشيطان ما يصدق يا جماعه يمسك الفكره دي، فكره حاجه حصلت من فتره، يعني غلطه سقطه من سقطاتك، ويقعد عيد ويزيد فيها ويكبرها لك عشان يديني احساس ان انا صغير ويكسر مجاديفي، وان انا مش عارف اتصرف، وان انا لا وحش، انا ما بيحبونيش، انا لازم اسيب المكان ده، انا علاقتي بالشريك او شريكه حياتي مش كويسه، ولادي اتخرجوا سايبيني، انا مرمي، انا ماليش لازمه، انا حتى الناس مش قابليني كلمه،
ده أنا كل لما أكلمه ما أفتكر إن أنا عملتها غلط، بس أنا محتاج إن أنا أفتكر إن هو ربنا بينسى أي حاجة غلط أنت بتعملها. هو بطرس عمل إيه يا جماعة يوم خميس العهد بالليل؟ عمل إيه؟ أنكر المسيح. تعالوا نفتكر كده آخر هو أنكر كم مرة؟ في المرة الثالثة قال إيه بقى؟ أنكر وعمل إيه؟ سب مين؟ ما نفكر، تعالوا نفكر، سب شتم يعني، شتم مين؟ اليهود كانوا يضربوه، شتم مين؟ أيوه شتم المسيح، ده شتم المسيح يا جماعة، هي ما فيهاش عيشت مين يعني؟ عيشت بالخدم اللي كان قاعد معاهم كانوا يضربوه، يبقى هو شتم، ما أعرفش الراجل اللي راح شتم المسيح. المسيح لما قابله طبعا هو قدم توبة في ساعتها. المسيح لما قابله هل قال له وقال له أنت عملت كده وتوبت كويس؟ هل اتذكر إن هو فكره بأي خطية ولا أي حاجة؟ المسيح لما قابله قال له ارعى غنمي، ارعى غنمي يا بطرس، خلاص بعد المسيح ما قام. يبقى المسيح بيقول لك خلي عندك ثقة في نفسك، أنا أي حاجة وحشة أنا بنساها بنساها بنساها. يبقى أول خطية عاوزين نشوف لها حل، أو سوري أول فكر سلبي عاوزين نشوف له حل أو فكر القلق. تاني فكر سلبي فكر إن أنا مش واثق في نفسي. وهندي مثل تاني لعدم الثقة في النفس ده، مثل مين تاني بقى اللي وقع في غلطة بس للأسف يأس؟ أشهر مثال لليأس وضيع حياته يهوذا. ما خلي بالكوا يا جماعة الغلطتين في نفس الليلة، هما اتنين هم غلطوا غلطتين في نفس الليلة، واحد أنكر وشتم وواحد باع. الشيطان زي ما بيعمل معانا بيمسك غلطة ويقعد يقولك لا مش هينفع، انت خنته، انت بعته، ده انت بايعه، ده انت ما عندكش دم، ده انت بايع الرجل الصالح الجميل ده بتمن عبد، هو ايه 30 فضة دول؟ بايعه بحاجة تستاهل، ده انت بعته بالرخيص، ودخله في دايرة يأس. طب تعالوا نفتكر او نتخيل، هو لو كان يهوذا راح للسيد المسيح او حتى ما راحلوش زي بطرس وتاب، ربنا كان هيقبله ولا لا؟ كان هيقبله طبعا. انتوا ناسين يا جماعه ان هو هو يوم الايه دي اللي هي اخطات اسلمت دما بريئا، ده كان يوم الجمعه راح لليهود رجعهم الفلوس. يوم الخميس السيد المسيح كان بيعمل له ايه؟ اكله في بقه، اكله في بقه، ده كان اكله في بقه. يعني ما افتكرش ليه؟ ما افتكرش يوحنا المسيح ما كانش عارف؟ ما المسيح كان عارف وقال له. طب ده كان بياكلها في بقك. افتكر، انا افتكر ان ربنا قد ايه رعاني مره واثنين وثلاثه وعشر، وسطر عليا وسندني مره واثنين وثلاثه وعشر، ليه لما بغلط ابعد او اخاف من نفسي وعندي صغر نفس؟ ما هو المسيح سندني وشال خطيتي ونسى خطيتي، فما اقعش خالص في الموضوع ده. كمان مين ناس كان عندهم عدم ثقه في نفسهم؟ ثلاث انبياء من العهد القديم، ربنا يقول له تعالى اتكلم باسم، يقول له لا لا لا. أولهم مين اللي قال له يا رب أنا لساني تقيل؟ موسى النبي قال له يا رب أنا ده أنا بقالي كم سنة في الصحراء مرمي مع الغنم، بقالي 40 سنة مرمي، أهو أنا أي نعم متربي في بيت فرعون وراجل كنت واخد وضعي كأن أمير يعني، ما أنا بقالي 40 سنة مع الغنم يا عم، واتجوزت بنت كاهن هناك وبتاع في سينا، وأنا أنا لساني تقيل ما بكلمش مع ناس، أنا فصحت الفراعنة دي نسيتها. قال له تعالى أنا اللي خلقتك وأنا اللي هقف معاك، وخد يا عم هارون معاك كمان يتكلم. مين تاني اللي قال له اهو المكتوب ارميه قال له ايه؟ قال له انا صغير انا ولد، ربنا قال له ايه؟ لا تقل اني ولد، لان كل من ارسلك اليه تذهب وايه وتتكلم بمأمورك به. قال له روح تقولش، وربنا ما بيقولها لنا كلنا لا تقل اني ولد، خلي عندك ثقه في نفسك وجودك خليك قوي، اي حد يشككك في اي حاجه او ينفي نفسك او في مسيحنا لا خليك قوي، لا تقل اني ولد. ثالث نبي برضو عهد قديم وربنا قال له كلم شعبك، قال له يا رب انا نجس الشفتين وساكن من شعب نجس الشفتين، في اشعياء 5. راح ربنا عمل ايه؟ جاب ملاك ومن على مسبح المحرقه ده، والملاك راح خد ايه؟ جمر مولعه حطها على بقه. وكتير من وده كان رمز طبعا للمعموديه، وعشان كده احنا الكاهن بنقول على الجسد ربنا الجسد حته الجسد دي بنقول عليها جمر. فربنا بيقول لنا دايما ادي مثل واثنين وثلاثه، لو انت عندك صغر نفس لا تقل اني ولد. في القداس ابونا بيقول ايه؟ ومن تذكر الشر الايه؟ الملبس الموت. تذكر الشر الملبس الموت ده خطيه، بفتكر خطيه فيا اما الشيطان بيحاول يقعني فيها تاني، يا اما نقدر اقول ان هو تذكر الشر الملبس الموت ده برضه ايه؟ بفتكر غلطه ليا بتحجمني
بتبعدني عن ربنا، بتديني صغر نفس، ده انا عملت كذا وعملت ده، انا ما فيش فيا رجاء، ده انا وحش. لا، عشان كده في القداس بقول له يا رب تذكر الشر، سواء خطيه عملتها او موقف وحش، انت يا رب انقذني منه وخليني دايما افتكر ان انت معايا وان انت ساندني دايما في حياتي. يبقى اذا اول تفكير سلبي عاوزين نبطله هو تفكير القلق. تاني تفكير ابص على نفسي الاقي نفسي مش عاجبني، لا تفكير صغر النفس. تالت تفكير انا بقى خلاص طلعت من نفسي ابص على الناس، تفكير راي الناس فيا. احنا صغر النفس، انا رايي في نفسي، لكن لكن راي الناس هو ده. تالت حاجه نفكر فيها، انا منظري ايه قدام الناس؟ انا هل هعجبهم؟ هل لبسي كويس؟ هل لما اقول لاولادي الكلام هيقتنعوا بيا؟ هل الناس بتحترمني؟ هل انا عشان مسيحي او مسيحيه الناس مش مديني الرجاء؟ المشكله الموضوع ده فعلا بيحرك ناس كتير قوي، يعني حتى لو قلناه وان كانت صح، الناس بيبقوا الههم هو الناس، اللي بيحركهم هو كلام الناس وراي الناس. يعني هديكم مثلا، انا بخدم اعدادي، عندي ولد طيب جدا جدا، عارف باباه ومامته، فجالي السنه دي فلقيت الولد بيتهته بطريقه صعبه قوي، بابا ومامته حبايبي يعني، يا جماعه في، قالوا لي في وقت من الاوقات في الفصل الولد كان بيقول حاجه، فالولد اتريقوا عليه وفضلوا ماسكينه طول اليوم. تخيلوا الموضوع ده عمل عقده الولد، الولد بقى بيتهته بعدها. تخيل انه رأي الناس، طبعا ده ولد صغير، رأي الناس في حاجة زي كده ازاي هزت الولد ده هزة نفسية جدا. طبعا بقينا بنديله تشجيع وبقى بيروح علاج وحد جميل قوي يعني، لكن كوني عاوز أرضي الناس مش عاوز أرضي ربنا دي هتعمل لي مشكلة. ده اللي بنلاقيه في حياتنا، انه ليه كذا مرة نسمعها في وعظات هنا وفي كنايس تانية، انه يا جماعة ده اللبس في الأفراح المسيحية مش كويس. ليه؟ ما هي اللي بتلبس كده هي عاوزة الناس تشوفها حلوة، أو تقول دي بتلبس عن موضة، أو دي من مستوى اجتماعي أعلى من اللي هي فيه. يبقى أنا بسيب مبادئي عشان أرضي المجتمع. الشباب أو الرجال قاعدين في مجتمع وقال كلام مش صح ومش كويس ومش مش مش لا يليق بان انا مسيح اقوله، لا لساننا بيتذل مع الناس دي، بيقع قصدي بيذل مع الناس دي. ليه؟ ما انا عاوز ارضي اللي حواليا، عاوز صوره الناس وصورتي قدام الناس عشان ابقى محبوب وعشان ارضي الناس، بتنازل عن مبادئ مسيحيه وعن وصايا ربنا عاملها لي. في نشيد الانشاد هي جميله قوي، تقول لنا نفس الفكره دي. عروس النشيد اللي هي بترمز لكل نفس مسيحيه بتقول لصاحبتها ايه؟ بصوا انا مش وحشه، انا معذوره ان انا وحشه، لا تنظرن الي لكوني ايه؟ سمر، انا سود، انا وحش. عارفين انا وحشه ليه؟ الشمس قد لوحتني، انا بنو امي غضبوا عليا جعلوني ناطوره الكروم، يعني انا خلوني احرس الزرع بقيت زي خل ميتها كده وقفت النار في الشمس فانا بقيت وحش. فهي شوف في نشيد الانشاد سليمان بوحي من ربنا بيقول لك انت حاسس نفسك وحش، بعد كده ربنا بيقول انت سوداء وايه وجميله، مشهوره قوي. انت لو انت فيك حاجات، لا انت بوجودك معايا يا عروسي يا نفسي يا مسيحيه انت هتبقى جميله جدا. فده بيلفت نظرنا انه هي خايفه من نظره صاحبتها ليها، فبتقول لا انا مش، انا بتدي تبرير للي هي عملته. فدي للاسف بقت محرك لينا في حياتنا كتير، انه راي الناس راي الناس راي الناس. عشان كده تعالوا نشوف بقى في المجتمع، انه كل يوم بتنزل ايه؟ موبايلات جديده، تلاقي الناس لا اجيب الايفون الاحدث، ايفون الاعلى، اعتقد ايفون الجديد ده كسر ال 100,000 جنيه دلوقتي. الولاد الصغارين لا نجيب اللبس والشوزز الغالية. ويا سلام بقى، ودي من الايه مع اولادنا اكتر او مع الناس اللي على الفيسبوك او الانستجرام، تلاقي اي حد يروح حته يصور نفسه في حته حلوه وفي مصيف بره مصر، هو عاوز يبين، عاوز الناس تعجب بيه. ودي يعني احد الخطايا او التجارب اللي جرب بيها الشيطان السيد المسيح بعد الأربعين يوم صيام، تجربة تعظم الايه؟ المعيشة. هو احنا ليه بنتعظم في المعيشة؟ عشان رفاهيتنا، بس عشان ناس دلوقتي في مجتمعنا ده نظرة الناس ليا ابقى راكب عربية فخمة جدا، ابقى ماسك موبايل حلو قوي وغالي قوي، وابين دايما الماركة بتاعته والموديل بتاعه للناس عشان يقولوا ده انت كويس، عشان انا بقى الناس هم الالهي للأسف يعني، بقى انا يهمني قوي رأيهم.
أعرف كذا حالة ناس عندهم مشاكل زوجية جوه مصر وبرا مصر. يعني الغريب ان انا بلاقي دايما الزوجه تهتم ان هي تنزل على الفيسبوك صورتهم مع بعض هم متصورين وفرحانين. يا جماعه انا عارف ده انتوا انا انتوا ضاربين بعض امبارح، انا كنت لسه بحش يعني انتوا الدنيا صعبه يعني. لا الدنيا صعبه صعبه قوي يعني، تمام. والولاد شافوكوا بتتخانقوا، الدنيا صعبه يعني، وانت منزله الصوره دي. طب ايه اساله او اسالها؟ لا لا، المنظر قدام الناس. بسم الله والابن والروح القدس. هو انت منظرك قدام الناس؟ طب وعيالك اللي شايفينكوا كده؟ طب وحياتك؟ طب وتعاستك اللي انت فيها دي؟ طب طب ايه؟ لا 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 لا، اهم حاجه يعني حرصها على مظهرها قدام الناس اكتر من حرصها ان هي تصلح، تتنازل او تصلح او تجيب ابونا يصلح الموضوع بينهم يعني. فنظره الناس قد ايه؟ انا وقفت عند الحته دي كتير لانه مشكله في حياتنا كلنا تعظم معيشه. انا يعني بحرك حياتي، بحرك تصرفاتي علشان نظر على اساس نظره الناس ليا. يبقى احنا دي تالت مشكله. اول مشكله القلق، تاني مشكله انا ببص لنفسي فصغر نفس، تالت مشكله الناس بتبص لي فببقى ممشي حياتي على راي الناس، رابع حاجه واخر حاجه النهارده الادانه. ودي طبعا نتكلم من هنا لبكره. كلنا زي ما بقى في البيت حضرتك كده لما بتعملي الغسيل بتجيبي الغساله على مش عارف دي ولا اتش وتشتغل لوحدها، احنا كلنا بتجيب بقى زرار الادانه تلف بقى تدعى زي الغساله بتعمل كذا نظام كذا مش عارف عصر وغسيل الحمد لله بقينا بندين نمسك نفسنا كده دورات. الفيسبوك ندين الممثلين، ثم ندين لعيبه الكوره، ثم ندين طبعا قرايبنا وسلايفنا واللي معانا في الشغل وطبعا الكنيسه مش هتسلم. ابونا شفت ابونا ده كان انا ابونا النهارده طول في القداس. ايه يا اخويا ده أخوي؟ شفت الشماس ده صوته وحش ليه عمل المرد ده؟ شفته الاسقف ده شوف عمل ايه؟ شوف سيدنا البطرك ده كان بيعمل كذا كذا. ما احنا بقى ما هو ما فيش ابتديت من فين لغايه لما طلعت على راس الكنيسه. ما هو الشيطان عاوز يلفت نظرك يبعدك عن خطيتك يبصصك لخطيه الناس. ودي في نرجع تاني للمفلوج. في المفلوج بيقول ايه؟ الفرسين بيقول ايه؟ فلما راى سوري مش المفلوج انجيل الخدمه الثانيه. فلما راى الفريس الذي دعاه ذلك قال لو كان هذا نبيا لعلم ما هذه المراه وما حلها انها خاطئه. يا سلام يا سيدي، دي واحده ما عارفين ان هي مش كويسه، راحت تقدم توبه، افرح كويس حلو حلو كويس. والراجل المعلم كان قاعد بيقول كلام كويس وقاعد بياكل وبيقول لكم كلام كويس وحلو قوي وجميل وكلام كله نعمه وبركه. لا لا هو لو كان كويس كان عرف ان هي كويسه، ان هي ست مش كويسه، ما كانش كان لمسته كده راح كان سحب ايده كده. يبقى هم دانوا السيد المسيح ودانوا الست. كمان في في في, في المفلوج احنا قلنا قال له مغفور لك خطاياك، قال له مين ده كمان هو يعمل نفسه مين؟ ما حدش بيغفر خطايا غير ربنا. احنا ما سمعناش اللفظ ده جديد علينا، كل التوراه والعهد القديم دارسينه ما سمعناش نبي بيقول لحد مغفور لك خطاياك. فده حد ده مش نبي، ده معلم، يبقى ده راجل اي كلام. حتى في يوحنا 5 هنلاقي انه الآية دي كده عاوزين نقراها ونشوف كانوا بيتكلموا على مين التلاميذ اللي بيقولوها. بيقول لك وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة لكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو ماذا تتكلم معه. إيه الحادثة دي؟ كانوا بعيد كده وجم لقوا المسيح وقعد مع واحدة لوحدهم. مين؟ السامري. وخلي بالكم الست ما كانتش احسن حاجه، احنا ما احنا عارفين، فاكيد لبسها ما كانش احسن حاجه، وكان معروف ان اللي بينزل يشرب الظهر ده ولا يملى البير الظهر ده مش احسن حاجه. فهم تعالوا كده انا هعمل المشهد كده بسنه 24. شوف الراجل قاعد مع ايه ده يا اخويا؟ ده المسيح مش ده المسيح اللي معانا الكويس ده؟ قاعد مع الست اللي مش كويسه. ايه ده صح برضه؟ وفي ايه ينفع الكلام ده؟ احنا ما الراجل سبقنا وجي ماشي وبتاع وقعد. ايه يا جماعه ده؟ ما احنا بنقول الكلام ده التلاميذ قالوا، احنا كلنا بنعمل الكلام ده يعني. التلاميذ الشيطان قدر يوقعهم في ادانه المسيح وقعد معاه ليه. تمام. كمان حد تاني كان خاطي كبير قوي وكان بيخون شعبه وبياخد فلوس من شعبه عشان الرومان. مين؟ القصير اللي طلع على الشجره زك. فهو بيقول لك فلما راى ذلك الجميع زك قال له ايه؟ انزل انا هعمل ايه؟ هجي لك النهارده البيت. سامعوا بقى كده اهو. فلما راى الجميع ذلك تذمروا قائلا انه دخل يبيت عند رجل خطي
واحد ده مش اي خط يا جماعه، ده خاين. يعني الرومان كانوا يقولوا له ايه، البلد دي عاوزين منها 1000 دينار ومعاك يا عم 10 عساكر هتلم بيهم الفلوس. هو كان يلم كام؟ 2000 3 مش معاه العساكر، اللي عليه جنيه يقول له عليك 3 وياخد في جيبه ياخد الحبه ويدي الرومان اللي هم المحتلين. يعني هو بيخون بلده واهله وبيضرب في جيبه فلوس كمان. فكان شخصيه وحشه قوي عند اليهود، محتكر قوي. لو المسيح راح له، شايفين ادي هو يا عم اللي عمل نفسه معلم، اهو رايح مع الناس الوحشه يتكلم معاها. فاذا دي 4 افكار سلبيه كلنا في لحظه من حياتنا بنقع فيها. نمرة 1 فكرة القلق، نمرة 2 أنا ببص على نفسي فيجيلي صور نفس، ببص على الناس فيهمني رأي الناس قوي، أو ببص على الناس أدين الناس. نعالج إزاي الموضوع ده؟ الروشتة بتاعت التفكير السلبي ده في الأربع نقط دول 3 حاجات عشان نحفظهم، هناخدهم بالإنجليزي 3 R سهلين قوي. 3 R، أول حاجة ريفايس يعني راجع أو راقب. تاني حاجة ريزيست دي يعني قاوم أو حارب. تالت حاجة ريبليس يعني استبدل. نقولهم بالعربي راقب وقاوم، راقب وقاوم واستبدل أو بدل. تعالوا بقى نمسكهم واحدة واحدة. أراقب إيه؟ أراقب تفكيري. زي ما احنا قلنا السيد المسيح كذا مرة هو جاب الفريسيين وجاب التلميذ من فكرهم، فربنا بيقولك لو سمحت راقب فكرك، خليك صريح مع نفسك، شوف فكرك رايح فين. شوف انا بفكر انا قلقت، طب انا عاوز ابدل اوقف القلق ده وهناخد هنحله هنبدله بايه بعد كده. انا بصراحه انا عامل حاجه معينه في حياتي، انا شغال شغلانه زياده وسايب ولادي علشان اجيب فلوس زياده، علشان انا في قسط شقه عليا او في ناس بقى اللي بيشتري شاليه في حته تانيه او عربيه اكبر عليها قسط، فانا عاوز يبقى شكلي حلو قدام الناس. فانا بضحي بحاجات منها ولادي ومنها ربنا عشان احسن صورتي قدام الناس. لا، اراجع فكري في الموضوع ده، هل انا بهتم بالناس اكتر من ربنا؟ هل انا بدين الناس اكتر ما ابص على نفسي؟ هل انا بفقد ايماني بربنا وعندي صغر نفس؟ فاول حاجه في الروشته ربنا بيقول لي لو سمحت راقب نفسك. تاني حاجه قاوم او حارب، ربنا بيقول لي حارب مخك، حارب الافكار. هما في حاجتين، اقوى حاجتين نقدر نحارب بيهم. لما يجي لي فكر قلق افتح التلفزيون اتفرج على فيلم كوميدي، او ولا افتح الفيسبوك ولا اسمع اغاني، حاجتين يساعدوني في حربي ضد الافكار، الصلاه والكتاب المقدس. اصلي واكلم ربنا كتير واقرا كتاب مقدس، افتح واقرا وشوف ربنا بيبعت لك ايه. ونتعمق في الموضوع ده. يعني انا متعمق، انا بمسك الاجبيه اقف شويه، يعني هو مش واجب عليا ان انا اصلي 5 6 مزامير، اوقف في المزمور كده وافكر طب انا ربنا بيقول لي ايه. طب الغروب ما سئلك رفعت عيني ساكن السماء، طب انا رب رفعت عليك عيني، ما انا بصراحه عيني بص على الارض، الارض دي كلها قلقان من فلوس وقلقان على عيالي وقلقان من منظري على الناس وقلقان من عندي صغر نفسي، فانا يا رب برفع عيني ليك يا رب. ابعد عن عيني كل فكر ارضي وكل ارتباط ارضي وكل ناس انا مهتم برايهم وخليني ابص لك. فهما مثل عيون العبيد الى ايدي مواليهم ومثل عيني الامى الى يدي سيدتهم. يا رب ده انت فعلا انت سيدي وانت سيدي، فكأني انا الجندي بتاعك، يبقى انت بحارب معاك، يبقى انت يا رب واقف جنبي، وهكذا. ايه اللي يمنع ان انا بصلي اقول الموضوع ده؟ ايه اللي يمنعني ان انا بصلي الكلام اللي باللغه العربيه ده اقلبه عمي، ما حدش يقول لا يعني. ايه اللي يمنع ان انا وانا بصلي وانا بقرا كتاب مقدس اجيب ايه اقعد افكر فيها؟ يعني مره كان حد وانا صغير وانا في اعدادي، يعني كنت خدتها في الكنيسه، السيد المسيح شاف واحد ايده يابسه، فالايه بتقول ايه؟ انا حافظها من 30 سنه، فقال له مد يدك فمدها فعادت صحيحه كالاخرى. دي الايه فيها حاجه؟ مفيش حاجه. قال له مد يدك مدها. تعال نفكر بقى كده، يا رب انا جوايا حاجات كتير وحش وميته زي ايد الراجل ده، عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، يا رب قول لي مد ايد، انت يا رب اللي قلت تعالى لي، انت يا رب وحركني، يا رب انت اللي تشتغل بي، انت اللي تقدر. واحد كان فيه عضو في جسمه ميت، انت يا رب اللي تحييه، تعالى يا رب انت وحيني. يبقى انا بصلي وانا بقرا كتاب مقدس، هي ممكن اقعد في اي استمتع فيها كده، واخد ودي واجيب قلم كده واعلم استمتع بالصلاه، فاقدر احارب اي فكر وحش بيجي لي.
يبقى احنا نراجع مع بعض الرشد. اول حاجة اراقب، تاني حاجة احارب بكتاب مقدس والصلاة، تالت حاجة ريبليس اللي هي استبدل. استبدل يعني ايه؟ ابدل حاجة وحشة بحاجة حلوة. زي ايه؟ هتبان في السلايد الجاي. اول حاجة لو انا قلقان، لو انا قلقان ابدل القلق بالايمان والتسليم. يعني ايه؟ يعني دايما القلق يا جماعه، زي ما احنا دايما بنفتكر قصه مريم المجدليه وان هي قعدت تخترع قصه، القلق خلاها تخترع قصه تبعدني عن ربنا. القلق صوته عالي بس ضعيف، لكن الايمان صوته قوي، صوته هادي بس قوي. فدايما لما اقلق افتكر ربنا. ده ربنا كلنا في حياتنا، كلنا في حياتنا كان ربنا معانا، وكتير مشاكل وبلاوي ومطبات كبيرة ربنا أنقذنا وطلعنا منها، زي ما بيقولوا كده من حيث لا نادر. أنا مش عارف الموضوع ده حصل إزاي، يعني إزاي الموضوع عدى كده بسهولة أو ربنا مشاه حتى على في الخدمة. يعني أحكي لكم من هنا لبكرة مشاكل في الخدمة يعني بطريقة إعجازية. يعني أحكي لكم قصة حصلت من 3 سنين عندي في الخدمة. ولد كان بابا ومامته في قريه في السخنه، قريه مارينا وادي دجله. وهقول لكم ليه قلت لكم اسم القريه دي. فالولد بابا ومامته راحوا بالعربيه يشتروا حاجات من بره القريه، والولد بيلعب بالعجله جوه القريه ما فيهاش حاجه. جه واحد غالبا ولد كان واخد العربيه من ورا بابا وماشي بسرعه، راح خبط الولد بالعجله من ورا، حتى الولد ما شافوش يعني، والولد وقع على الرصيف تمام، والولد التاني جري بالعربيه. الناس جريوا شافوا، بصوا على الولد لقوه الولد قاطع، مفيش حق يعني مفيش. بص دي المشكله، ولد خلاص على وشك يموت، هو كان مات فعلا. هقول لكم احنا عرفنا ازاي يعني تمام. دي بقى المشكله. تعال شوف بقى ربنا كان بيرتب حل المشكله دي قبلها باسبوعين. القريه دي اسمها ايه؟ مارينا وادي دجله. وادي دجله ده ليهم فريق كوره وليهم ملعب في القريه دي. رب يصادف، مش يصادف بقى، ما اسمهاش صدفه، اسمها ترتيب ربنا ان الفريق يكون عنده تدريب في الملعب، والحادثة دي حصلت على بوابة الملعب. دي أول حاجة. تاني حاجة دكتور الفريق شخصيا ما جاش، فجاب واحد صاحبه دكتور من طنطا قال له تعالى أنا مش هاجي، تعالى احضر التدريب معاه عشان لو في حاجة لعيب جرى له حاجة ده تدريب كن معاه. الدكتور بيقول، هقول لكم الدكتور قال الكلام ده لأبو الولد بعد كده. الدكتور شيء إلهي حاجة وجواه قالت له هات العدة كلها بتاعتك، عدة وعدة الإنعاش، هو في حاجة اسمها خافض لسان، منظار خافض لسان كده بيفتحوا بيه البق ويطلعوا بيه اللسان. المهم فخلاص جاب الحاجه، مش عارف ايه اللي قال له اعمل كده. احنا عاده التدريب الكوره يا جماعه ما بيحصلش فيه التحام، انتوا عارفين الرجاله يعرفوا اكتر ان هو ماتشات الكوره ساعات اتنين لعيبه يخبطوا في بعض جامد فبيبلع لسانه، فاللسان بيسد الحلق فبيتخنق اللعيب، حاسه مشهوره قوي. بس في التدريب ما فيش الالتحام الجامد ده، ما بيخبطوش في بعض جامد قوي كده. هو من الراجل ما عرفش، الراجل مش مسيحي وما عرفش هو ليه جاب العده دي معاه. اتاري ده بقى ترتيب ربنا ان هو تحصل الحادثه دي. الناس ابتدوا يقولوا الحقونا 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 الحقونا. الدكتور قال لك انا مش عارف الا خدت الملعب جري، وكان باب الملعب هم قافلينه بسلسله عشان الناس ما تخشش، اللعيبه اتكسروا وطلعوا. الراجل دخل قال لك لقيت الولد مفيش نبض، راح بسرعه عمل له اللسان وعمل له حاجه اسمها الانعاش القلبي الرئوي اللي هو بيقعد بايديه الاثنين يضغط على القلب دي. الولد فاق والحمد لله رجع. كان ساعتها لقى الولد وامه كانوا بره راجعين، فشافوا زحمه كده على مدخل القريه. يعني مش ده ابننا يا جماعه؟ طب مش ابننا هي بتبص يا جماعه الزحمه دي؟ فبص لقيت رجلي كده البنطلون ده انا عارفاه، يا لهوي ده ابني نزلت ايه ايه ايه، طلع ابنها. طبعا نشكر ربنا يعني ايه في بدايه وصولهم كان الستات بيقولوا لها معلش يا حبيبتي استعوضي الله ومش عارف ايه، ربنا عام ربنا يعني تمجد والولد فاق. وده من موت الدكتور قال ما لقيتش نبض، ربنا رجعه من اول وجديد وراحوا بيه السويس كده اطمنوا عليه وتمام التمام. انا لما رحت له البيت وسمعت القصه دي من بابا ومن الولد. فاذا بصوا بقى انا ليه بحكي القصه دي، انا لو اقدر اقول لكم الخدمه ده انا خدمه عندي 5 6 7 10 قصص من النوعيه دي، ان ربنا هو قبل ما يحصل المشكله هو مرتب الحل قبلها بزمن. يبقى انا اقلق ليه؟ ما هو اقلق ليه؟ ما هو انا مسيحيه، الاسم مسيحيه ليه؟ جوايا روح ربنا وبنت المسيح وابن المسيح، اقلق ليه؟ ما المشاكل هي كلها. يبقى لما يجي لي فكر قلق اقدر افتكر ربنا، افتكر ايماني بربنا وافتكر وجوده جنبي واسلم حياتي ليه. لما يجي لي تاني مشكله صغر النفس نفتكر حب ربنا ليا، وانه لو صح نقول شغلانه ربنا او اهتمام ربنا الرئيسي هو انا،
الله يريد أن كل إيه يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فإذا هو ربنا تمام الأساسي بي، ربنا مات علشاني. إذ ونحن بعد إيه خطاه مات المسيح لأجلنا، إحنا وإحنا وحشين مات المسيح لأجلنا. سؤال، هو المسيح مات لأجل المسيحيين بس ولا أجل العالم كله؟ لأجل العالم كله. والدليل إن إحنا بنشوف كل يوم ناس مش مسيحيين وبيبقوا مسيحيين، فالمسيح فدى العالم كله، بس كل واحد هو ليه الحرية إنه يقبل ويجي للمسيح. يبقى أنا لما أجي لصغر نفسه ما أقول لا، ده ربنا بيحبني وربنا مات علشاني وربنا موقف مين جنبي يحرسوني، الملائكة جنبي يحرسوني، فأنا مش هقلق خالص، مش أجريش صغر نفسي، أنا واثق من نفسي واثق من سندة ربنا ليا، وأقول مع أرمية لا تقل إني ولد. تالت حاجة اللي احنا وقفنا عندها حبة حلوين، رأي الناس. أنا الناس هتقول عليا كذا، أنا لبس فلوس حياتي لازم أبقى بظاهر قدام الناس إن الدنيا وردي. قبل ما أرد عليها بإيه؟ إن أنا قبل ما أهتم برأي الناس لازم أول ما يجيلي الفكر ده أقول إيه؟ طب ربنا رأيه فيا ايه دلوقتي؟ طب لو شريت حياتي النهارده كده بس اتعرض عند ربنا ايه؟ ها؟ طب هل انا خالفت ربنا كم مره؟ وصيه ربنا كسرتها قد ايه؟ هل انا مع ربنا؟ كلمت ربنا قد ايه؟ افتكرت ربنا قد ايه؟ فانسى الناس، ما يهمنيش خالص رأي الناس ولا لي اهميه رأي الناس، يهمني رأي ربنا، ودايما افتكر الدينونه والوصيه. ربنا احنا بنقول في اخر كل صلاه طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحن، ماشي حلو حلو طبعا طبعا، بس وفي دينونة حضرتك برضو يعني ما انت لما نعمل خطير لازم نفوق. فلما قبل ما بص على رأي الناس لا، ما انا اشوف انا رأي ربنا، ما رأي الناس ده ولا لازم لا لبس ولا فلوس ولا بتاعه ربنا. يبقى لما احارب برأي الناس اغير فكر الحرب، سوري احلل او استبدل فكر رأي الناس ده رأي ربنا. اخر استبدال هو الادانة، اللي بيدين الناس بيحبهم ولا بيكرههم ويحتقرهم؟ بيكرههم. يبقى انا لازم ادرب نفسي على حب الناس. ليه حب الناس؟ عشان انا مادام بحب ربنا يبقى احب الناس، ابين حبي لربنا عن طريق حب الناس، عن طريق ثلاث حاجات. اول حاجه استر، شفت خطيه حد، واحده قريبتي او جاره او حد معايا في الشغل، استر نشكرك لانك ايه سترتنا، هو سترك كلنا كده. طب استر انت، استر انت البني ادم اللي زيك. تاني حاجه اعذر، صعب قوي ان انا ادين حد لو انا عاذر الحد ده، لو انا بشايف لا هو معلش يمكن كان في عنده ظروف انا مش عارفها، يمكن عنده مشكله، يمكن هو مضغوط عليه، يمكن هو كان اوحش من كده وبقى احلى من كده. فانا لو انا بدرب نفسي ان انا اديله عذره يبقى مش هدينه. اخر حاجه ان انا كمان مش بس استر على خطيئه الناس واعذر الناس، احامي عليهم كمان. لو جت فرصه ان انا حد غلطان او يعني احمي من الناس منه، او سوري احمي من الناس، او على الاقل ادافع عنه حتى لو غلطان، اقول لهم طب ابقى رحيم عليه، ده يخليني ابقى في الادانه اقل خالص خالص خالص. يبقى احنا قلق نحاربه نبدله بايه؟ بالايمان. صغر النفس ابدله ان حب ربنا ليا، رأي الناس فيا لا يهمني قوي رأي ربنا، مش مهم خالص رأي الناس. الإدانة لا، توبة ومحبة. ليه توبة؟ لو أنا فعلا تايب، فعلا عارف أن أنا خاطي، هعذر اللي قدامي، ما أنا غلطت أنا كمان، يعني هو أنا شايف نفسي قديس يعني عشان أقول الناس ده غلطان؟ ما أنت وحش منه. التايب الحقيقي بيقدر يعذر زي ما احنا قلنا الناس. عشان كده الآية بتقول لنا إيه؟ اخر ايه اختم بيها بتقول ايه؟ بتقول بولس الرسول بيقول لنا في رساله فيليبي وهو مسجون، ايها الاخوه انا لست احسد نفسي اني قد ادركت، ولكن افعل شيء واحد. اعمل ايه بقى؟ انسى ما هو وراء وامتد لما هو قدام. انسى ايه؟ انسى الخطيه، وافتكر دايما ان ربنا بيغفر لي الخطيه دي، اي خطيه مهما عملتها. ما فيش حد فينا من اللي قاعدين قدامي دول وصل لليفل موسى الاسود، حرامي زاني قاتل، اللي قتلهم اكتر من 100 واحد، شريب خمور، كل اللي انت عاوز تقول وحش موجود فيه، محدش وصل المستوى ده، وبقى قديس عظيم جدا 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 جدا. الكنيسه على فكره الكنيسه ما بتسموه الكنيسه القبطيه في الاب، ما اسمهوش موسى الاسود دي خالص، اسمه القوي الانبا بيجوري افا موسى، القوي الانبا موسى. الاسود دي احنا دي تسميه العربي، هو اسمه القوي الانبا موسى، ما فيش اسود في الاصل بتاع الكنيسه. انسى ايه كمان؟ انسى الضعف اللي عندي وافتكر حب ربنا ونعمه ربنا. انسى ايه؟ انسى الفشل وافتكر النجاح.
تعالوا نفتكر نحط نفسنا مكان يوسف البار في البير، واحد بعد ما كان حبيب باباه ومامته مرمي في بير في حتة في حفرة مية على ارتفاع 10 متر، أو خلاص ربنا الدنيا نورت له وراح اشتغل في بيت وزير الداخلية بتاع مصر فوتيفار ومسك البيت كله والخدم كلهم تحت ايده، لفت الدنيا لفت وترمى في السجن في المغارة تحت الأرض. طب ايه لو يوسف كان كمل احساس الفشل بتاع البير او احساس الفشل بتاع السجن، ما كانش هيوصل للكلام ده، ما كانش هيصلي يوصل لمركز حلو في فوتيفار، وما كانش في السجن هيصلي ويخدم ساقي وخباز الملك ويبقى بعد كده تاني واحد بعد فرعون. يبقى انسى دايما الفشل وافتكر دايما او ابدل الفشل بالنجاح. اخر حاجه وده طبيعي، انسى فكر الجسد واحتياجات الجسد ودايما افكر في الروحيات، ودايما صلاتي وكتابي المقدس واعترافي وخدمتي وقداسي ابقى عايش فيهم اكتر واكتر مع ربنا. يبقى احنا اتكلمنا عن 4 حاجات سلبيه محتاجين نشوف لهم علاج: القلق وصغر النفس وراي الناس فيا والادانه، وشفنا ان احنا هنقاومهم ب3 حاجات. اول حاجه اراقب او اراجع، نمره 2 احارب، نمره 3 ايه استبدل. وشفنا كل واحده من الـ4 دول اقدر استبدلها بايه عشان اقاوم الفكر ده وابقى ماشي بفكر ايجابي سليم. والمجد لله دائما ابدا امين.